then had a basic survey requirement. Basic survey requirements. إذن نحاول نحصي الـ population. هلا يا منجيب الـ estimated population. نجيبها من أصحاب العمارة مثلا، reception. إذا بضبط. أو خلص observe، بس observe ما تقدر تعمل observe إلا إذا كنت شفت لفترة طويلة، يعني تعملوه مثلا لمدة ساعة ساعة مثلا. هلا أنتم هون شطارتكم مهارتكم كيف تقدروا هاي البوبيليشن. ممكن تسألوا مثلا، تسألوا تبع الريسبشن يقول لكم مثلا تقريبا كل طابق فيه 20. معظم العمارات صغيرة مزبوط، يعني بتروح عليها مش عمارات كبيرة. أو observe population. observe population يعني بتجمعوا كل الobservations اللي أنتم شفتوها. بدكم تعملوا arrival lobby survey to find AR، وهي مكونة من incoming و outgoing. طبعا بدكم تنتبهوا هاي راح تكون على single entrance، فبدنا سنجل اوبزيرف يعني على الاقل واحد. نعم. هلا العماره اللي انا بدخل مثلا بطلع ثلاث درجات عشان اركب اسانسير، هل بصير كيوب انت فلور ولا بضل انترنس؟ والله انت بدك تعتبره انه انترنس فلور، يعني راح تهمل البوبيليشن اللي عليه. يعني ما راح نقدر احنا الموديل تبعنا ما بيقدر يخلط اوكيبنت وانترنس بنفس الطابق. اوكي؟ في موديلز ثانيه بس انا ما اظن مناسب، يعني احنا بنهملها تمام، فبنعتبر انه هذا سنجل انترنس. هلا ما بتقدر تطلع اي ار لانه ممكن يكون في ترافيك في العماره، اذا هي الخطوه الثانيه. نعمل اللوبي سيرفي. هلا يفضل نعمله تقريبا 1 to 1 and a half hours around the peak. كيف بدنا نعمل السيرفي 1 to 1 and a half hours around the peak؟ بيطلع معكم عدد، بيطلع كميه، بنقسم هاي على هاي بتعطيني نسبه الانكمينج ونسبه الاوتكومينج. بس هون ما خلصنا، يمكن يكون في عندنا انتر فلو. فالستيب الثالثة find the percentage. هلا هون هدفي بس اني اعمل in car survey حتى اطلع ال percentage اللي هو incoming الى outgoing الى interflow، و assume inter entrance بيساوي 0 using an in car survey. بنعمل ان كار سيرفي لمده مثلا قد ما تقدر تتحمل، خمس دقائق مثلا، ثلث ساعه، ومنه بتستنتج نسبه الانكمينج للاوتجوينج للانترفلو. هذا هون الرقم راح يعطيني فرضا مثلا 35%، فرضا 35%، شو بضل؟ 30%. فبنقسم الان الرقم اللي بيطلع معنا باثنين، اذا ادجست او نورماليز بصير عندي الارقام اللي طلعناها من هون اللي هي كانت incoming traffic على، راح يكون incoming traffic على 1 ناقص 0.3، مضبوط؟ هذا بصير الـ true income. لا بيطلع عندي AR الحقيقي بيساوي الـ incoming زائد الـ outgoing على الـ percentage اللي بتطلع هون اللي هي 0.35 زائد 0.35. هذا بعطيني الـ AR الحقيقي. هذا يعني مثلا ناخذ مثال، خلينا نفترض انه انتم هون بالـ arrival rate هون طلعتوا من الخمس دقائق، طلع معكم مثلا الـ incoming traffic كان incoming in peak 5 minutes. خلينا نفترض انه خلال ال 50 هاي اجى عندي 70 passenger، وعندي outgoing in peak 5 minutes
كان عندي 25 باسنجر. يعني خلال الخمس دقائق البيك نفسهم شفنا 70 باسنجر داخل و25 باسنجر خارج. هلا هذا احنا لو فيش انتر فلور بكون هذا الاي ار خلص بقسمه على البوبيليشن. وخليني افترض انه البوبيليشن كانت يو استيميتد مثلا كانت 350 باسنجر. فلو انا بدي احسب مباشره 70 على هاي شو بتطلع عندي 20% هذا يمكن رقم منخفض، خليني ارفع هذا الرقم ل 500. هي 500 باسنجر، فانتوا عملتوا استيميشن انه عدد الباسنجرز اللي في العماره 500. عديتوا 70 في ال 5 minutes و25 بنفس ال 5 minutes، اعتبرنا هذه البيك. هلا لو انا بفترض انه فيش انتر فلور شو بعمل؟ بجمع هاي زائد هاي وبقسمها، شو بتعطيني؟ 70 و25 95، 95 على 500 بتعطيني حوالين 20%، مزبوط؟ بس احنا بنقول انه في جزء انتر فلور. الانتر فلور كيف بنجيبه؟ بنجيبه من هون، فجبنا الانتر فلور من هون 35 و35 و30. حتى هذا الرقم كبير، خليني ارفع هاي هون بالله سكر الباب يا خليني افرض هذا الرقم انه 1000. ففرضت انه البوبيليشن هون 1000، عندي 70 و25 وطلع معي من هون انه بهذيك الفترة كان مثلا خلينا نفترض الرقم هذا كان اقل، كان الانتر فلور 10% والانكمينج كان تقريبا مثلا 70% وهذا 20%. فصار اللي انا قسته هون ايش بيمثل؟ بيمثل 90% بس، في 10% انا مش شايفها. حتى اعوض ال 10% اللي انا مش شايفها ايش بقسم الارقام؟ على 0.7 زائد 0.2 مزبوط؟ فبصير عندي AR بيساوي 70 زائد 25 على 1000 كلهم مقسومين على 0.7 زائد 0.2. ال 0.7 وال 0.2 عمالي بقول ان في 10% انا مش شايفها، حتى اجيب ال 10% اللي انا مش شايفها بقسم على 0.9. واضح فاهمين؟ يعني لو انا ما قسمت على 0.7 و 0.2 قديش بيطلع من الارايفل ريت؟ نقسم هون 95 على هاي بيطلع 9.5%. مزبوط؟ اذا ما في انتر فلور هذا الرقم صحيح، هاي الاجابه صحيحه. لو جيت قلت لك في انتر فلور فهذا اللي انتم شفته ما بمثل غير 90%. اذا الرقم الحقيقي اكبر بكون بنقسمه على 0.9، نقسم هذا على 0.9، قديش بيطلع 9.5 على 9 على 0.9؟ حوالي 10 بالاكثر، 10 وقديش؟ بكون هذا الرقم الصحيح. هذا هو بس المطلوب منكم انكم تعملوه. من هذا السلب وهذا السلب وخلاص ما في حاجه اكثر من هيك، نعم. دكتور لو فيش استبعاد